اليوم الكثير من الناس من المواطنين يشكون من ارتفاع اسعار المولدات وسط يعني رداءة الكهرباء الوطنية او تكاد ان تكون معدومة ببعض المناطق ببغداد وغيرها من المحافظات العراقية. هل هنالك مثلا اجراءات جديدة تعطى لاصحاب المولدات من اجل تخفيض الاسعار او توفير الوقود لهم؟ يعني نحن طالبنا قبل فترة كلجنة الطاقة وقلنا بأنه من الأجدر أن يكون تزويد الوقود لأصحاب المولدات مجانا على الأقل خلال الفصلين تموز والآب فقط، لكن للأسف لحد الآن لم يستجيبوا. وأيضا قلنا ليتم تزويدهم من معامل الأهلية، معامل الأسمدة المؤكسد وبأسعار مدعومة، لكن أيضا لحد الآن لم يستجيبوا. أنا يعني بصراحة نحن مندهشين بعدم استجابتهم لحد الآن. سيدتي يعني أقول للمشاهدين عندما نذهب باتجاه كميات الإنتاج الطاقة، نعم، أو الفرق بين كميات الإنتاج الطاقة من ناحية الطاقة الشركات الاستثمارية وقياسا للشركات الوطنية أو الوزارة الكهرباء، هنالك ارتفاع في إنتاج الطاقة الكهربائية من قبل المستثمرين ومن قبل شركات خاصة بحيث وصل إلى 9000 ميجا. أما عندما نجي ونقيس كم إنتاج الطاقة لوزارة الكهرباء أو لمحطات التابعة لوزارة الكهرباء، هنالك يعني رقم منخفض جدا. هنالك لذلك نسأل أنفسنا ونسأل وزارة الكهرباء لماذا هذا الفرق؟ لماذا هنالك زيادة في ارتفاع الطاقات الإنتاجية للشركات أهلية وللشركات الاستثمارية، أما عندما نجي لوزارة الكهرباء وعندما نجي لمحطات التابعة لوزارة الكهرباء هنالك انخفاض شديد في إنتاج الطاقة الكهربائية؟